النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب سبح، وكان إذا استعظم أمرا يقول الله أكبر، كما في حديث ذات المعطش قال الله أكبر إنا سلم قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ادع لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبح عندما يتعجب ويكبر عندما يستعظم أمر، بخلاف كثير من الناس، بعضهم يصفر، بعضهم يضرب جبهته، بعضهم يصفرها صفر تصفير، بعضهم يسب ويلعن، بعضهم لا، هذا كله لا يجوز. خير الهد هذه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر فيه أجر عظيم، تسبح عندما تتعجب وتكبر عندما تستعظم أمر من الأمور. نعم.